السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بصحة يا رب، وتكونوا في افضل حال، وتكونوا متابعين الشابتر 13 ده بالذات، لان مهم جدا. معلش هو طول شوية، وكنا بنركز في الفيديوهات بتاعته بنشرحها بالتفصيل قوي، في يعني الفيديو بقى طويل شوية. الشابتر هيتاخد على 4 اجزاء، لان ده من اهم الشابترز الموجودة، ولازم تكون متقن كويس. اعمل اكتر من سيناريو لنفسك، تخيل اي سيناريو، اي توبولوجي، اي رسمه انت عايزها وطبقها، ويفضل انك تعملها ريتن بغض النظر عن الكونفيجريشن قدرت تطبقها ولا لا. اعمل السيناريو واكتب الكونفيجريشن بايدك، هات كلين شيت وايت بيبر واكتب فيها الكونفيجريشن بتاعتك، كانك بالظبط قاعد قدام الكيبورد وقاعد تكتب الكلام. طب انت عارف النهارده هناخد ايه؟ هناخد تالت بروتوكول عندنا في اللاير 3 هاي افيلابيلتي، وهو الجيت واي لوب بالانسنج بروتوكول. جيت واي لوب بالانسنج بروتوكول هو ده اللي هنتكلم عليه الفيديو. هو سهل ما فيهوش حاجه، بس في اختلافات شويه بينه وبين الاتش اس ار بي والفي ار ار بي. لاحظنا ان فيديو الفي ار ار بي كان صغير جدا، مش من حاجه، لانه هو كان الاتش اس ار بي بس باختلاف مصطلحات وكوماندين بس، بدل ما بتكتب ستاند باي بتكتب في ار بي، ده كان الفرق بس ما بينهم. لكن النهارده الجيت واي لوب بالانسنج بروتوكول هيبقى مختلف شويه من حيث البيهيفيرز بتاعته، من حيث التيرمينولوجيز، من حيث اللود بالانسنج ده، من حيث اكتر حاجه. فعايزك تكون مركز معايا، لكن لو انت ما ذاكرتش الفيديوهات اللي فاتت كويس، او في جزء عندك فيه دروب، لا انصحك انك ايه تكمل او تكمل أو تقوي النقص دوت، وبعد كده ترجع تجيب الفيديو ده. تمام، تعال نشوف مع بعض. اول حاجه جيت واي لوب بالانسنج بروتوكول، ده اللي هو الستاند فور للشورت كات اللي فوق ده، يعني الجي دهيت هي الجيت واي لود ال بي بالانس بروتوكول، هي بروتوكول. البروتوكول دوت سيسكو بروبرايتري، يعني ما ينفعش يشتغل على مالتي سويتشز سيسكو بس. والمشكله كمان ان احنا مش هنعرف نطبقه عملي، لان ده ما مش موجود الا على 6500 بس، يعني حتى هو مش موجود على 4500، موجود على المالتي سويتش والكاتاليست 6500 وسوبرفايزر 2 نوت سوبرفايزر 1. تمام، فبالتالي تبقى مشكله ان احنا ايه نقدر نطبق الجزئيه ديت. لكن تعال نشوف الدنيا هتفضل ماشيه ازاي، هنفهمه لوحدنا، مفيش مشكله خالص. تمام، طيب ايه فكرته بقى؟ قال لك هي سيسكو جابت الاتش اس ار بي كده وعملت فيه شويه تحسينات وتقويات وتعديلات فيه لحد ما طلعت بالجيت واي لود بالانسنج بروتوكول، وعملته هو البروتوكول الافضل ليها، وحاطه فيه عارف نزل بتقله كله. هي دي نفس القصه. تمام، حل مشكله الاستاتيك كونفيجريشن اللي هي لازم تتعمل عند الكلاينت في اللود بالانسنج، لما كنت بعمل ايه؟ اخلي مثلا نص النتورك على جيت واي والنص النتورك تاني على جيت واي تاني، بحيث ان هو ايه يوزع الحمل على الاثنين مالتي سويتش اللي عندي. طبعا دي كنت بعملها بايديا، هنشوف المشكله اتحلت عندنا هنا، واصبح توزيع الحمل باكتر من طريقه ودايناميكلي كمان. تمام، طيب بالنسبه لنا تعالى نشوف كده. قال لك كلاينت ماشينز ويل نوت ديفايدد اني مور امانج فيرجوال راوترز. انا مش الكلاينت بتاعي زي ما قلنا دلوقتي ان انا مش هوزع الجيت واي بتاعه، ولا هسيبه يختلف او يتغير على مالتيبل ادريسز بحيث ان هو ايه يطابق المالتي سويتشز اللي عندي. لا، انا عندي هيبقى يعني لما كان عندي اتنين كده كنت بعمل نص الشبكه على الجيت واي ده، صح؟ الكلاينتس اللي هنا كده على الجيت واي اللي فوق، والكلاينتس اللي هنا مين؟ على دول ودول على ده، صح كده؟ فكنت بعملها مانيوالي، لكن طبعا القصه دي احنا اتفقنا نعملها ايه؟ دايناميك. طيب all routers in the group will participate in balancing traffic اعتمادا على replies of our replies of all clients. انت بتقولي دلوقتي ان القصه هتتم اوتوماتيك، يعني بتقولي all routers اللي هو ده وده كده، ان الجيت واي الجيت واي هيبقى واحد. تمام، الجيت واي واحد فين؟ على الهوستس كلها. طب ازاي اللود بالانسنج هيتم؟ يعني هتقولي طب ما الراجل ده بياخد اي بي ادرس وده بياخد اي بي ادرس، ازاي الريبلاي هيتم؟ قال لك لا، الفكره هنا هتتم اعتمادا على الارب ريكوست والارب ريبلاي. الهوست ده لما يبعت ارب ريكوست هيروح للديفايس ده، وده لما يبعت ارب ريكوست هيروح لمين؟ لده. ده هيعمل له ريبلاي وده هيعمل له ايه؟ ريبلاي وذ ذا سيم اي بي ادرس، بس في طبعا واحد اسمه اي في جي هناخده كمان شويه هو اللي بيهندل القصه دي. تمام؟ يبقى الفكره كلها بتعتمد على عمليه الريسبوندنج للارب ريكوست والارب ريبلايز. تمام؟ طيب all clients has the same virtual IP address as a gateway. زي ما قلنا دلوقتي اوقات كل الكلاينتس فعلا هياخدوا جيت واي واحد، وليكن سي 10 زي ما كنا بنشرح في الفيديو اللي فات 10.001 مثلا، ده الجيت واي بتاع مين؟ كل الهوست بتاعتي بتاعت الهوست بتاعتي في النتورك كلها. ده هحط عليه الفيرجوال اي بي ادرس 10.001، ده هحط عليه فيرجوال اي بي ادرس
10.001. الفكره بقى في الرد هتتم عن طريق مين؟ الار بريكوست، ولينا جزء كبير قوي هنوضح فيه عمليه اللوب بالانس بتتم ازاي. تمام. طيب عمليه الالكشنز بقى في الجيت واي لود بالانسنج بروتوكول بتتم ازاي؟ وان راوتر از الكتد از اي في جي اكتف فيرجوال جيت واي، اكتف فيرجوال جيت واي. تمام. اسمه ايه؟ اكتف فيرجوال جيت واي. ده زيه زي الماستر في ال في ار ار بي، وزيه زي مين؟ الاكتف فين؟ في ال اتش اس ار بي. لكن انا مش عايز اربط مصطلحات ببعضها. ال اي في جي حاجه مستقله بذاتها ليها دور بتأدي مختلف عن الادوار اللي فاتت. طيب ايه هو ال اي في جي؟ هنتكلم مع بعض. اي في جي اللي هو الاكتف فيرجوال جيت واي انسر اول ار بريكوست. تمام. بيرد على كل الار بريكوست. تمام. اند ويتش ماك ادرس ات ريتيرنز ديبندز اون بالانسنج الجوريزم. تمام. ان نفترض مثلا ان ده الاكسس لير بتاعي وعنده هوست هنا وهوست ايه تاني. تمام كده طالع 2 3. ادي مالتي لير سويتش، مالتي لير سويتش، مالتي لير سويتش. تمام كده كلهم بيريبلاي على ايه؟ على 10.0.0.1. تمام. عملنا الكونفيجريشن بتاعتهم ان الفيرجوال جيت واي هو مين؟ 10.0.0.1. فكلهم هيردوا على ايه؟ على 10.0.0.1. طيب ايه المشكله دلوقتي؟ قال لك ان احنا هننتخب واحد من دول كده اسمه ايه؟ AVG. تمام. مين الاي في جي ده؟ هنتكلم فيه كمان شويه. وبننتخبه ازاي؟ الاي في جي ده مهمته ايه بقى؟ بيرد على كل الار ريكوست. تمام. ويقوم يوزع على ايه بقى؟ يوزعها على انسب اي في اف اكتف فيرجوال فورورد. تمام. هناخده كمان شويه. ما علينا، هو اللي مسؤول انه يوزع العمليه ديت. وطبعا الار ريكوست اللي بعد ده هيرجع بايه؟ بماك ادرس، صح؟ مش انا الهوست دوت بعت يا جماعه ار ريكوست. تمام. وصل لمين؟ للراوتر ده او اللي هو المالتي ريكوست سويتش. تمام كده. طب مش في ريكوست او في ريبلاي هيرجع، صح كده؟ في ريبلاي هيرجع لمين؟ للهوست دوت موجود في ماك ادرس، صح؟ اللي هو بتاع الفيرجوال جيت واي. قال لك بقى الفكره ان الماك ادرس اللي هيرجع في الريبلاي دوت بيعتمد على اللود بالانسنج الجوريزم اللي انا معموله عاملها كونفيجر على المالتي لير سويتش او اللي هو الاي في جي. تمام. يبقى الاي في جي طبعا ما كونفيجر عليه عمليه اللود بالانسنج، سواء كانت بان هو النكست ماك ادرس او الفاضي هو اللي يرد، او هنشوف الطرق بتاعتنا هنتكلم فيها. تمام كده. طيب up to 4 virtual MAC addresses can be assigned to group. تمام. نفس القصه بالظبط عندنا. بنيجي نعمل configuration بنكونفيجر 1 جروب للجيتوي، يعني لما هناخد الكونفيجريشن كمان شويه بكونفيجر جروب، فاحط مين؟ المالتي لير سويتش دول كلهم في ايه؟ في جروب واحده. بس الجروبس عندي هنا من 1 لحد 1023، مش ال 1 لحد 16 ده بالنسبه لي هنا في الجيتوي. تمام. طبعا الديفايسز الموجوده مع بعض في نفس الجروب بيشيروا نفس الكونفيجريشن، ولازم يكون نفس قصه الهيلو، ولو واحد فيهم وقع الثاني بيقوم. وبننتخب واحد اي في جي اكتف فيرجوال جيت واي. تمام. بيبقى معاه اربعه مساعدين له، اربعه ايه؟ مساعدين له، بيوزعوا بيقدروا يردوا على الار بريكوست بتاعتي. وهم كام واحد؟ اربعه بس. يبقى اب تو 4 فيرجوال ماك ادريسز كان بي اساين تو جروب. يبقى اربعه بس يقدروا يخشوا في جروب. تمام كده. طيب الفيرجوال راوتر دول اسمه ايه بقى؟ اي في اف اكتف فيرجوال فوروردر، اكتف فيرجوال فوروردر. تمام. ده راجل نفس القصه زيه زي الاي في جي بالظبط، بس هو ايه؟ عن طريق بيرد بياخد ار ريكوست وايه ويدي ار ريبلاي بيزد اون عمليه اللود بالانسنج الجوريزم برضه، لو كانت براوند روبن او ويتد او تراكت زي ما هنشوفها كمان شويه. يبقى انا اقدر عندي يبقى عندي اي في جي واكتف فيرجوال فورواردر. اي في جي هو المسؤول زي ما بتقول، هو كبير القعده كده بتاعت الجروب. اما الاي في اف اللي هو الاكتف فيرجوال فورواردر هو ايه؟ راوترات بترد على الكام. تمام. طب اقدر احط في الجروب كام؟ تقدر تحط براحتك. تمام. بس طب بقيت انت بتقول لي اربعه بس، اربعه فيرجوال ماك ادرس. طب والباقي؟ قال لك دول هيسموا باك اب راوترز. يعني بص اهو، اذر راوترز ان ذا جروب اكتس از باك اب راوترز، سوري باك اب راوترز فور اي في اف. لو في اي في اف اكتف فيرجوال فوروردر وقع، واحد من الباك اب ده همت ياخد ايه؟ ياخد الرول بتاعت اي في اف. تفهميني ازاي؟ يعني انا عندي باك اب الاي في اف بتاعي، يعني بص ده اي في جي. تمام. وليكن ده كان الباك اب بتاعه، يعني هو ده اي في اف اكتف فيرجوال فوروردر، لكن هو الباك اب اللي هو النكست برايورتي، نكست هايست برايورتي، تاني اعلى برايورتي، هو ده اللي هياخد. لو فالاي في الاي في جي وقع، مين اللي هيبقى اي في جي؟ الاي في اف ده. طب اصبح دلوقتي النتورك الجروب بتاعتي فيها ايه؟ 2 اي في اي في اس. فانا اختار واحد مين من اللي هم الباك اب يطلع ياخد الرول بتاعت الاي في اف. تمام. طيب نتكلم الاي في جي اللي هو الاكتف فيرجوال جيت واي از ذا هايست برايورتي
اعلى برايورتي في الجروب هو مين؟ هو اللي هننتخبه على ايه؟ ان هو اي في جي. طب لو بالنسبه لان البرايورتي متساويه وهي الديفولت بتاعها بيساوي 100، يبقى ايه؟ اعلى اي بي ادريس زيه زي بالظبط زي الاتش اس ار بي وزيه زي الفي ار ار بي. تمام. طيب الهيلو سنت افري 3 سكند، تمام، اند هول تايم از 3 في الهيلو. نفس القصه بالظبط بتاعت الاتش اس ار بي، الراوترز او المالتي راير سويتشز اللي بيشاركوا مع بعض في نفس الجروب بيبعتوا لبعض هيلو مسج كل 3 ثواني. لو في ديفايس ما اخدش بعد ال 3 ثواني ايه اللي هيحصل؟ هيعتبره داون من النتورك. تمام. اي في جي اكسبكت تو ريسيف هيلو مسج فروم ايتش اي في اف. الاي في جي متوقع انه يستلم ايه؟ هيلو مسج من كل اكتف فيرجوال فوروردر. والاكتف فيرجوال فوروردر منتظرين برضو ان هم يعملوا ايه؟ يستلموا هيلو مسج من النكست او الافري بير فور ذم. تمام. ان كل واحد للاي في اف له ايه؟ في اف تاني، اي في اف معاه تاني في النتورك او في الجروب بتاعته، فلازم يستلم منه هيلو مسج. تمام. طب بالنسبه لي لو في اي في اف فيل، اهو لو عندي اكتف فيرجوال فوروردر فيل، خلينا في الاول في الاي في جي. لو الاي في جي فيل، تمام، تاني افضل واحد من الاي في اف الموجوده في الجروب هياخد ايه؟ هياخد القاعده دي. فدي بالنسبه لي سهل. طيب لو واحد بقى من الاي في اف اللي هو اكتف فيرجوال فوروردر حصل له فيل، الاي في جي اساين اكتف فيرجوال فوروردر رول تو انذر باك اب راوتر. مش احنا اتفقنا نفس الرسمه اللي فاتت ديت؟ اهو ده الاي في جي. تمام. وده لو في الاي في اف ده وقع عندي ده باك اب، صح، اول من الراجل دوت ياخد ايه؟ الرول بتاعتي. تمام. طيب نيو اكتف فيرجوال فوروردر هولدز ا نيو ماك ادريس، اكيد لان هيبقى له ماك ادريس خاص بيه. تمام. and also holds the old MAC address for redirect timer. يعني ايه؟ لاحظ معايا كده، بص ده الاكتف فيرجوال، ده الاي في جي، ماشي كده، اي في اف، تمام، اي في اف معايا كده، وده ايه؟ باك، مظبوط كده. لنفترض السيناريو كان كده، في مشكله. طيب بالنسبه للهوست ده، انا عندي اي في اف ده وقع معايا كده، كان له ماك ادرس والهوست ده كان مسجله فين؟ في الارب ريبلاي بتاعه، صح؟ مش الراجل ده عنده ارب تيبل، مظبوط كده، كان مسجل فيه الماك ادرس اللي جاله وده رد عليه وكان بيرد على عليه كاز جيت واي، صح؟ طيب بالنسبه لما وقع، فانا عينت الباك اب دوت هو الاكتف فيرجوال فوروردر، فده لو اصبح له ماك ادرس، وليكن الماك ادرس كان هنا 3 بي كده يا جماعه، ده البي بي بي كده وده سي سي سي. تمام. طيب الراجل الهوست دوت لما يجي يبعت دلوقتي، اصبح الراجل هيجي يبص في الار بي تيبل بتاعه، لما يجي يبعت هيلاقي مين؟ انه بيبعت للجيت واي اللي هو الماك بتاعه كذا. طب هل ده موجود؟ لا ده واقع، فبالتالي الدنيا تقع. قال لك لا، ما هو النيو اكتف فيرجوال فوروردر ده النيو اي في اف ايه معاه الماك ادرس سي ده، وهياخد البي بي ده معاه كمان، هيفضل يرد على الماك ادرس اللي هو القديم والجديد مع بعض، تمام، لمده ما من الوقت اسمها ايه؟ ريدايركت تايمر. ودي كونفيجرابل على فكره، بس الديفولت 600 ثانيه، تمام، اللي هي 10 دقائق يعني. يبقى المالتي راير سويتش اللي هو الباك اب دوت اللي هو بقى اصبح اي في اف دلوقتي هيعمل ايه؟ سوري، هيرد على الماك ادرس بتاع اللي هو القديم والجديد لمده معينه اللي هي لمده 600 ثانيه. طب بعد 600 ثانيه هيوقن ان الراجل هيقول لك افتر تايم اوت، بص كده معايا، افتر تايم اوت، لو استنى لحد 14400 ثانية اللي هي 4 ساعات اللي هو اللي هو التايم اوت يعني عندك، لو التايم اوت ده اكسبايرز، تمام، النيو اكتف فيرجوال فوروردر اسيومز ذات ذا اولد راوتر ويل نوت ريتيرن تو ذا سيرفيس. ان الاولد راوتر دوت عمره ما هيرجع تاني للخدمة، يعني انا راجل استنيت عليك 4 ساعات. الهدف من كان قصة ان الراجل دوت يحمل الاولد ماك ادريس ايه؟ ان هو لما الراجل جايز الراجل دوت وقع، تمام، وهيقوم تاني، صح؟ زي مثلا كنا بعمل له تيرور بريس في النتورك، شلت السوبرفايزر بتاعه، عملت له ستارت، وات ايفر ايه اللي حصل، بدلته، حصل له هانجد، فاربع ساعات يعني لحد ما وقت كويس. لو بعد اربع ساعات ايه اللي يجبرني ان انا افضل ارد على الماك ادرس القديم ده؟ فبالتالي ايه؟ انا عمر الراجل ده ما هيرجع للخدمه، يعني النيو اكتف فيرجوال فوروردر هيوقن بذلك او هيعتبر ذلك، فعمره ما ايه؟ قال لك انا ايه الداعي ان انا ارد على الراجل ده؟ يعمل فلاش لده، وبالتالي واجب على الهوست انه يعمل ايه؟ فلاش للارب تيبل ويبعت ارب ريكوست جديد. تمام. ده الفكره بتاعتها. ability to configure timers on AVG and it will be distributed to all peers. يعني احنا عندنا تايمرز، عندنا اللي هي الهيلو تايم والديد تايم والريدايركت تايم والايه والتايم اوت تايمرز، صح؟ يعني عندي اربع متغيرات، فور فاريبلز،
اقدر هكونفيجرهم على كل راوتر. قال لك لا، ما انت ممكن تكونفيجر التايمرز دي على الاي في جي وهي ايه هيعملها للبيرز بتاعته، تمام كده. طيب بالنسبه بقى للماك ادرس بتاعه، each router participating in group can be active virtual forwarder. احنا فعلا قلنا دلوقتي في جروب اي واحد فيهم ينفع يبقى active virtual forwarder ما عدا مين اللي هو الاي في جي، ونقدر المقوله دي كمان تنطبق على الاي في جي نفسه في حال ان هو اصبح داون وواحد تاني اخد الاي في جي وما كنتش مفعل على الاي في جي الاولاني قاعده البريمد، تمام، اللي هي ايه انك لما ترجع وتبقى افضل برايورتي تاخد القاعده، فبالتالي هيبقى ايه الاي في جي هيتحول اي في اف، تمام. لكن مش عايزين بيتك منين يا جحا، ما علينا. الاكتف فيرجوال فوروردر فيرجوال ماك ادرس، الماك ادرس اللي بياخده الاي في اف بيبقى بالصيغه دي، تمام. ال 16 بت اللي هم الاربعه اكس دول بيقوموا كل اول حاجه 6 اصفار اللي هو 6 0 بتس مطبوعين بايه ب 10 بت بتاعه الجروب نمبر. انت عندك الجروب نمبر بتاعتك احنا اتفقنا ان هي من 1 لحد 1023، فطبعا ما ينفعش اكتبهم، كنت في الاول بكتبهم في ايه في 4 بت صح، في ال HSRB او في ال VRRB. ال HSRB كانت بتتكتب بالهكس، اما في ال VRRB كانت بتتكتب بالنورمال ديجيتس عاديه. هنا بقى عندي كام بت، 16 بت بكتب فيهم ايه سوري 10 بت بكتب فيهم الجروب نمبر، تمام. طب والواي واي بيتكتب فيهم ايه اللي هم 8 بت، الفوروردر نمبر نفسه رقمي انا كاكتف فيرجوال فوروردر جوه الجروب بتاعتي، هنا انا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، تمام كده. طيب نكمل يوزنج ويت، دي بقى خاصيه كمان في الجيت واي لوب بالانسنج بروتوكول. احنا دي نتكلم دلوقتي في الفيتشرز او الخصائص بتاعت الجيت واي لود بالانسنج بروتوكول. بيستخدم عمليه الويت تو تراك اوبجكتس، نفس عارفين يا جماعه فكره اللي هي اللي كنا بنعمل بيها تراك للانترفيسز اللي خدناها في الاتش اس ار بي، لما كنت بقول له ايه تعمل تتبع الانترفيس مثلا وتعمل له ايه ديكريمنتال فاليو، وايه اول ما الانترفيس مثلا يبقى داون تقلل الفاليو دي كام 10 او 20 او 30 او كام، صح. فهنا بنستخدم حاجه اسمها الويت تو تراك اوبجكتس. مثلا سي انا عندي المالتي لير سويتش دوت، احنا نفس الرسمه اللي فاتت هاتها كده، عندي 1 2 3 4 شغالين. ممكن اقول للقصه دي ايه اي واحد سواء كان عنده لينكتين مثلا، فممكن اقول له تتبع الانترفيس دوت، لو اللينك للمخرج الخارجي دوت وقعت اصبحت داون فتعمل ايه فعل وقع البرايورتي من الراجل دوت، والراجل ده يصبح هو اللي يطلع للكور، تمام. نفس القصه دوت كنت بعملها في الاتش اس ار بي، لكن انا ممكن اقول له بقى ايه اقدر اتحكم في الويت لجزئيه اللي هو ايه مين يبقى اي في اف وامتى يفقد الاي في اف بتاعته. يعني ممكن اقول له انت تفقد الاي في اف خالص لو اكتف فيرجوال فوروردر، ومثلا باك اب تاني ياخدها، تمام. بيزد اون برضو قصه التراك او الويت هناخدها بالكونفيجريشن هتوضح الكلام ده، تمام. فقال لك ان الاول راوترز بيجنز وذ ا ماكسيمم ويت ديفولت ماي، تمام. حاجه اسمها الماكسيمم ويت بتاعي، كل مالتي لير سويتش بيبدا بديفولت ماي، يعني الويت هنا 100 ده 100 100، تمام. او ده كان شغال عامه تاني. طيب بعد كده الجيت واي اللي هو جي ال بي بي يوزز ثريشولدز تو ديتيرمن وين ا راوتر كان او كانوت بي اكتف فيرجوال فوروردر. هبدا احدد عارف ايه زي رينج كده لور وابر، اقل من وازيد من، تمام. لو انت نزلت عن الحد الاقصى، انا اقول لك ايه انت الحد بتاعك من 100 ل 120، من 100 لحد 120، تمام. طب لو انا وقعت عن اقل من 100 خلاص انت تفقد الاي في اف بتاعتك، تمام. طب القيمه اللي من 100 ل 120 ديت الرقم ده قل 20 بيز دون ايه؟ ما ممكن اقول له مثلا انت تقل 5 بس، صح؟ انا اللي بكونفيجر الفاليو دي، يعني ممكن اقول له مثلا لو عندك انترفيس وقع قلل 5، طب لو عندك اثنين انترفيسز 5 كمان تبقى انت كده فقدت 10، فاهمين ازاي؟ طب الانترفيس ام تاني ياخد 5 و5، تمام كده؟ وياخد الاي في اف مره اخرى. فقال لك اف ذا ويت فولز بلو ذا ثريشولد the router must give up its active virtual forward rule. لو انت الويت بتاعتك نزلت اقل من الثري شولد رول اللي انا عامل له كونفيجريشن اصلا، يفقد ايه؟ يفقد الرول بتاعه الاكتف فيرجوال فورورد، تمام. اخر حاجه عندنا في الشابتر دوت قبل ما ناخد الكونفيجريشن وناخد اكزامبل عليها هو اللود بالانسنج، تمام. ازاي عمليه اللود بالانسنج هتتم؟ عندي ثلاث طرق اقدر اعمل بيها ايه لود بالانس، تمام. راوند روبن ويتد هوست ديبندنت، تمام. راوند روبن ايه اللي بيحصل؟ each نشوفها مع بعض. دي طريقه توزيع الحمل على الديفايسز اللي موجوده عندي. يعني في الرسمه دي لما الهوست دلوقتي يبعت ARP ريكويست، تمام، مين اللي هيرد عليه والترافيك هيروح ازاي؟ انا عندي هوست 2 3، ده لما يبعت ده لما يبعت ده لما يبعت، تمام.
عندي دول لما يجوا يردوا اللي هم الديستريبيوشن مالتي لاير سويتش بتوعي، لما يجوا يردوا هيردوا ازاي؟ بثلاث طرق. اول طريقه اللي هي الراوند روبن، each request for virtual router address receives the next available virtual MAC address. بس كده خلصت تمام. قال لك كل ريكوست بيتبعت اللي بعده ياخده على طول. بمعنى سوري في الرسمه دي الهوست دوت بعت ار ريكوست، مين اللي رد عليه؟ كان ده تمام. طيب النكست ريكوست مين اللي يرد عليه؟ ده. طب لو في ار ريكوست جه ده، طب لو في ار ريكوست من الراجل دوت اللي يرد عليه ده تمام. يبقى العمليه ايه؟ عمليه سيكوينشال كده في سايكل تمام. طب وصلنا لحد هنا، ده اللي يرجع يرد تاني. وصلت الفكره؟ يبقى ده اسمها ايه؟ راوند روبن. اه بص، ترافيك لود از ديستريبيوتد ايفنلي اكروس all routers participating as active virtual forwarders in the group تمام. دي الديفولت ميثود بتاعتنا على فكره يا جماعه، ده الطبيعي اللي هو اصلا او ما كونفيجر الجي ال بي بي، ده الديفولت اللي بيشتغل بيه تمام. طب بالنسبه للويتد، لو انا عملت كونفيجريشن للويت تمام، هو اللي هيرد عليا بيزد اون القيم دي. يعني قال لك ايه؟ ذا جيت واي لوب بالانسنج جروب انترفيس ويتنج فاليو ديتيرمينز the proportion of traffic that should be sent to active virtual forwarder. تبع قيمة الويت اللي انا عامل لها configuration على الانترفيس تقدر ايه ترد. يعني مثلا انترفيس فيلان 10، نرجع للرسمة بتاعتنا. يعني سيدة انا بتكلم في ويتد، الراجل دوت كانت القيمة بتاعته الويت بتاعته مثلا قلت له الماكسيمم بتاعك 100 تمام، وفقد 2 بقى كام؟ 80. فده فيلان 10. طب بالنسبة لفيلان 10 هنا الراجل ده 90 تمام كده، فده اللي يرد على الناس بتتابعه تمام كده. يبقى طب لو القيم عاليه يبدا يغير في الديفايسز اللي بترد على كان. A higher waiting result and more frequent ARP replies containing the virtual MAC address of the router. الاكثر في waiting result هياخد ايه؟ اكتر ايه؟ ARP request. If interface tracking is not configured، لو انت ما عملتش configuration لعمليه الويتنج دوت وده الديفولت اصلا، هو كده كده كل انترفيس بيبقى واخد ماكسيمم ويت فاليو اللي هي بتساوي 100. Configured is used to set relative proportion of among active virtual forwarders، وهما بالتالي كده كلهم متساويين في الماكسيموم ويت وهو 100، فبالتالي كلهم هيتوزع عليهم بالتساوي تمام. طيب اخر طريقه عندي وهي host dependent. قال لك كل client each client اهوت that generates ARP request for virtual router address always receive the same virtual MAC address in reply. يعني ايه؟ كل host عندي، احنا رحنا فين؟ كل host هنا اهوت، الهوست ده مين اللي رد عليه؟ الراجل ده النهارده صح؟ كل مره يبعت فيها ار بريكوست مين اللي هيرد عليه؟ هو ده. طب ده اللي كان رد عليه الراجل ده تمام؟ يبقى ده كل مره الترافيك هيروح كده، الهوست ده هيروح كده تمام؟ يبقى كل مره كلاينت يبعت بالكلام ده كله هو ده دايما المالتي او الار الكلاينت او سوري الماك ادرس هو اللي هيرد عليك. This method is used if the clients have a need for a consistent gateway MAC address. ده لو انت دايما عايز consistent او ماك ادرس للجيتوي بتاعك ثابت دايما ما بيتغيرش والار بي تيبل ما بيتغيرش دايناميك كتير، فده تحتاج ايه؟ تقدر تعمل الجزئيه دي تمام. A client could receive replies with different MAC address for the router over time. هو بقول لك ايه؟ الراوتر الكلاينت بتاعك يقدر ياخد ماك ادرس مختلف، بس ده طبعا يعني اعتمادا على ايه؟ على الخوارزميه بتاعت او الطريقه بتاعت اللوب بالانس اللي انت استخدمتها، كان راوند روبن او ويتد او هوست ديبندنت تمام. تعال نشوف الكونفيجريشن بتاعتنا، سهل قوي. اول كوماند عندي بعمل بيه ايه؟ جيت واي اللي هو جي ال بي بي على الانترفيس، بقول له انترفيس مثلا فيلان 10 تمام كده، وليكن ده كان المالتي لاير سويتش الاولاني الثاني الثالث اهو تمام كده. كده عايز اكونفيجر ده كده، ناخد مثال للكونفيجريشن بتاعت الراجل ده، فاقول له جيت واحد مثلا جروب رقم واحد برايورتي بتاعتك كام؟ 200 تمام. طب لو عايز اعمله بريمت هفعل عليه بريمت. طب ايه هو الديلي تايم لو حاله ان هو فقد الرول بتاعته وعمل ريستارت مثلا، او بعد ما قام ياخدها منه بعد قد ايه تمام؟ يعني مثلا الراجل ده كان البرايورتي بتاعته 150 مظبوط كده، فده اصبح دلوقتي الاكتيف فيرجوال جيت واي مظبوط. طب ده رجع اب تاني البرايورتي بتاعته 200 مظبوط كده، مش هو بريمت هياخدها منه، لا ينتظر مده معينه اللي هي الديلي وكنا قلناها قبل كده. طيب بالنسبه للاي بي ادرس الفيرجوال اي بي ادرس، هقول له جي ال بي بي نمبر 1 برده جروب رقم 1 اي بي ادرس، وادي له اللي هو 10.0.0.1 مثلا، الناس دي كلها تتشارك في نفس الاي بي تمام كده. طيب بالنسبه للتايمرز بتاعتي الهيلو والديد تايم بتاعي، الديفولت بتاعي ايه؟ 3 مسج في الهيلو و10 في الديد تايم بتاعي، واقدر اعملها برده بالملي سكند. كل ده احنا لسه متشابهين في ايه؟ في الاتش اس ار بي. عندي بعد كده قصه بقى اللي هو ايه؟ الريدايركت تايم والتايم اوت اهو.
هقول له ده رقم جروب برضو. تايمرز ريدايركت، ايه هو الريدايركت؟ لسه قايلينه برضو، كنا بنشرحناه من شويه، اللي هو ايه؟ ان الراجل الباك اب ده اللي هو اخد الاي في اف، النيو في اي في اف، تمام، مش اصبح بيرد على الاولد ماك ادرس والنيو ماك ادرس، هيرد عليه لمده ما اللي هي بتساوي الريدايركت تايم. طب امتى يبطل؟ لمده تساوي هي التايم اوت، تمام كده. طيب ده كده، بص ده البيزك كونفيجريشن لمين؟ للجيت واي لود بالانسنج بروتوكول، تمام. ازاي اوزع الحمل؟ طريقه توزيع الحمل اهي يا جماعه، تحت الانترفيس برضو بقول له اهو جي ال بي بي، رقم الجروب، لود بالانسنج، واقول له ايه الطريقه بتاعتي اهوت، اي طريقه من الثلاثه. في مشكله؟ الحاجه الوحيده بس اللي عايزين نفهمها بقى، اللي هي مهمه جدا ودايما بيدور عليها نقاش، وهي عمليه الويتنج على الاي في جي او الاي في اف، تمام. ليه؟ عمليه ان لو امتى افقد الرول بتاعتي بيزد اون variables معينه بتتغير، تمام. اول حاجه بتكونفيجر تراك، تمام، بتكونفيجر تراك فاليو. يعني ايه؟ هقف في الجلوبال كونفيجريشن في السويتش دوت مثلا، واقول له تراك اوبجكت نمبر، رقم وات ايفر اوبجكت نمبر تعلمه بيها بس، وليكن رقم 10، تمام، ملوش علاقه باي حاجه. فهقول له، واقول له انترفيس ايه؟ فاست مثلا، وليكن الراجل ده كان عنده لينك هنا كده مثلا لمين؟ للانترنت، تمام، وده برده عنده لينك للانترنت او للكور، تمام. لنفترض مثلا ان ده كان الكور مثلا يا جماعه، ده كده كور اهو، تمام، والكور ده طالع على راوتر، تمام كده كده. فاقوم قايل له ايه؟ ده كان 0 على 1 مثلا، تمام. اقوم قايل له ايه؟ تراك اوبجكت نمبر 10 مثلا، انترفيس فاست 0 على 1، واقول له راقب لي ايه؟ اللاين بروتوكول ولا اي بي راوتنج. يعني ممكن اقول له اللاين بروتوكول حاله، مش انا عندي كل انترفيس اللي هي اب، لما اشوف الاب انترفيس مثلا مش له اب سلاش كده، اب دي بتاعت لير 1 و2، ودي بتاعت اللاين بروتوكول اللي هي بتاعت ايه؟ لير 3. فاقول له ايه؟ راقب لي الحاله بتاعت الانترفيس اللي هي اللاين بروتوكول، لو بقى داون اعمل اللي هقول لك عليه، او اي بي راوتنج ان عمليه الراوتنج اصبحت ايه؟ وقع عندي، او الاي بي ادرس فقد مثلا، او الكلام ده، تمام؟ طيب انا كده عملت عمليه كونفيجر ايه للتراك بس، تمام؟ بقول له تتبع ايه؟ او راقب ايه، تمام؟ او عينك على كذا. طب تاني حاجه، بدخل على الانترفيس اللي عايز افعل عليه قصه التراك ده اللي هو انترفيس فيلان 10 مثلا، فاقول له جروب واحد، تمام؟ ويتنج اهو، يعني اقول له انترفيس كده فيلان 10 معايا كده، اللي هو انا عايز افعلها، ما احنا كل الكلام ده بيتم مين؟ لفيلان 10. ويتنج الماكسيمم فاليو بتاعتي، اقصى رقم توصل عنده كام؟ هو ده الديفولت على فكره 100، ده الثريشولد يا جماعه، ركز معايا بقى، دي كده الارقام اللي بقى بكونفيجر بيها ايه؟ القيمه اللي هيعلى عنها او يقل عنها، تمام؟ طب اقل حاجه ايه مثلا؟ ممكن اقول له 80، والابر ديت هي الديفولت بتاعتي اللي هي ال 100، اللي هي بتساوي مين؟ الماكسيمم اصلا يعني، تمام كده؟ طيب انا القيمه بتاعتي من 80 ل 100، مظبوط كده؟ طيب ابدا اقول له بعد كده، طب لو اكتشفت انت حاليا دلوقتي حصل عمليه داون في الانترفيس ده، واصبحت اللاين بروتوكول اصبحت داون، اقول له ايه بقى؟ اهو جيت واي لوب بالانسنج بروتوكول جروب رقم واحد، تمام. الويتنج تراك الاوبجكت نمبر هو رقم كام؟ 10 اهو، ده رقم الاوبجكت نمبر اللي كنت مكريته في الجلوبال كونفيجريشن، تمام. بعد كده اقول له ايه؟ ديكريمنت فاليو بتاعتي، وليكن اقلل القيمه بايه؟ ب 20، تمام. يبقى انا دلوقتي القيمه بتاعتي باي ديفولت هو دخل خد 100، تمام كده. اول ما يفقد هيفقد الانترفيس ده بقى داون، يبقى كام؟ اصبحت يفقد 20، يبقى 80، وصل لللور فاليو بتاعته، تمام. اللي يحصل يفضل ايه؟ يفقد الحاله بتاعته ويبدا ايه؟ وليكن ده كان اي في اف، يفقد الاي في اف بتاعته ويحولها لمين؟ لده. وصل كده؟ يبقى كده قدرنا نعمل عمليه ايه؟ كونفيجريشن للويت بتاعنا، تمام. ده كان الشغل بتاعنا في الجيت واي لود بالانسنج بروتوكول، بسيط جدا ما فيهوش ادنى حاجه، طبعا نتيجه ان هو مش اكتف الا على ال 6500 بس، فبالتالي مش هنقدر نطبقه، لكن لو انت عملت السيناريو بايدك وطبقته ريتن بايديك هتلاقي الموضوع سهل جدا وما فيهوش اي حاجه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.